سمعت معلم راح مشوار وجاي ان شاء الله. بتدور على حاجة؟ بتدور على امك. سمعنا انها عملت عمرة وجات على هنا سابت يالا. حاضر يا باشا. السلام عليكم يا رجال. صباح الخير يا باشا. صباح النور. صباح الخير يا باشا. خير يا طه؟ الباشا شكله ضيع حاجة وجاي يدور عليها هنا يا كبير. صابي معفن نايس رباية. كيف ساعات خش دورات الكراسي للباشاوات؟ حاضر يا كبير. خير يا باشا. محمد بركات الشهرة امريكاني. خدامك وخدام الحكومة أؤمر. لا أصل جات لنا إخبارية كده عايزين نطمن. بيتك ومطرحك. خد راحتك يا باشا. راضي معاك اتنين من الرجالة وخشوا قلبوا لي الحتة اللي جوه دي. تمام يا عمر بيه. أخبار الحبسة الأخرانية يا أمريكاني؟ ربك كريم وغفور. القرش الحلال مفيش أحلى ولا أروق ولا أطرى منه. أمال إيه يا باشا؟ والحمد لله زي ما أنت شايف كده الصيني ربنا بيكرمنا في الصيني. طب والمخدرات؟ أعوذ بالله من اللبش واللي بيجي منه أكتر من سيجارة الاستباحة وكوباية الشاي الحلوة. مفيش زي أي مواطن شريف. تشربوا شاي يا بهوات على ما الرجالة هيخلصوا النخلة السودة اللي هتبوظ البضاعة اللي بناكل منها عيش. لا بعدين في المكتب عندي إن شاء الله. يا سلام يا باشا ده شرف لينا كبير. بس انت امر بزيارة وشوف ولاد البلد هيعملوا واجب ازاي معاك يا باشا. ناصر خش انت شوف جوه. اما انت على الكراتين دي مفيش حاجه في الكراتين يا باشا. يعني هم دول اللي انت لقيتهم؟ اندهلي يا عمر بيه. تمام سعادتك يا باشا. فين؟ جوه يا باشا. طب روح انت. يقولك القعدة جوه أحلى من هنا بكتير يا أيمن بيه. لا والله. ما تقوم يا أمريكاني يفرج عمر بيه على القعدة اللي جوه. أوي أوي يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. حرزهم يا راضي. دي صندره دي؟ لا يا باشا. امال ايه دي؟ دي بتوصل لشقه صاحبه البيت. اصل في الاصل كان في هنا سلم على زوم بس اما انا بقى اجرت المطرح شلته وهي سدت الفتحه. تمام. راضي. ايه يا عمر بيه؟
تمام يا باشا. هنشوف. صباح الخير يا سونسون. صباح الخير يا روح سونسون. ايه يا حبيبتي ده شيشة على الصبح. يا حبيبتي خف شوية. يا بيت خليكي في حالك يا موزة انت. تفضل يا باشا. اهو البيت قدام حضرتك ومفيهوش اي حاجه. انت بقى ام ميرفت صاحبه البيت؟ تحت امرك يا باشا. اخبار الشغل ايه يا ام ميرفت؟ الحال واقف على الكل يا باشا. شغل ايه يا باشا ولا مؤاخذه؟ الشغل يا ام ميرفت شغل. ما تقولي لها حاجه يا ميرفت بدل ما انت عماله تنغزي في الست كده. لا هو انت بتشتغلي ايه يا ميرفت؟ في مصنع. مصنع ايه يعني؟ البان. البان؟ لا ما هو لازم طبعا. وانتوا ساكنين هنا من زمان بقى؟ متربيه هنا يا باشا، ده بيت اهلي. امال ايه حكايه المعادي دي؟ لا دي كانت لزوم الزباين بس، يا اصل البيت كان بيتنكس فانا اجرتها سنتين بس خلاص. رممتوه؟ اه طبعا يا باشا رممناه. امال ايه؟ لا بس كلفك كتير بقى. كلفني ياما يا باشا، غرمت ياما. لا يا شيخه بس هو يستاهل برضه. طبعا. امال ايه؟ ملكي وما حلتيش غيره يا باشا. يا باشا احنا ولايه ما عندناش راجل. ازاي بقى الكلام ده؟ امال المعلم راح فين؟ هو كبير المنطقه واكيد قايم معاكم بالواجب والزياده. طبعا. امال ايه؟ هو احنا لينا بركه الا المعلم؟ ربنا يكرمه يا رب. ده الواجب يا ام مرفت. هو انتوا ما عندكوش شاي ولا انتوا بخله ولا ايه بالظبط؟ عيب الشوم يا باشا. قوم يا مرفت اعملي دور شاي للباشا. عيني يا كبرنا. سكرك ايه يا باشا؟ مظبوط مظبوط يا مرفت. ماشي. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة باشا. الله. اتفضل يا باشا. الأخبار؟ ازيك يا أمريكاني؟ الله يسلمك. سيجارة أم ميرفت؟ متشكرين يا باشا. إيه بطلتيها دي كمان؟ بشرب شيشة يا باشا. أحسن برضه. اسحب سيجارة أمريكاني. إيه؟ اسحب ما تتكسفش ولا أنت كمان بطلت؟ لا يا باشا. منين بقى أهدى؟ كلفك كتير بقى البيت ده؟ كلفني ياما يا باشا، غرمت ياما. طب وعملتوا ايه مع الحل؟ كل غرض وله هديه يا باشا. يا باشا البيوت في الحته كلها متنيله والحكومه عارفه كده كويس، هنعمل ايه يعني؟ هنعيش في الشارع؟ طب وكملها المعادي بس. معادي ايه يا باشا؟ ده المعادي اجرتها بالشوى والكوى. دي النيله عليا وعلى لساني. ايه الحاجات دي يا باشا؟ الحاجة دي بقيتها فين يا أمريكان؟ حاجة ايه يا باشا؟ لا ما هي مش فوازير رمضان ولا البعيد أعمد. الحاجات دي الحاجة دي بقيتها فين؟ أنا مؤجر المحل اللي تحت بالمخزن بتاعه بس. صمت واحد بره باب المحل
الحاجة دي بتاعت مين يا ميرفت؟ معرفش. متأكدة؟ وشرف أمي ما أعرف عنها أي حاجة يا باشا، لا أنا ولا أمي. لا طالما حلفت بشرف الغالية يبقى صادقة. لقيتوا الحاجة دي فين يا راضي؟ على السطوح يا عمر بيه. ما تيجي نبص يا باشا. ماله؟ هناخد فكرة. خد يا راضي، خليهم يحرزوا الحاجات دي وتعالى ورايا. يا باشا أنا ماليش دعوة بالكلام ده يا باشا، وأنا مالي بس يا باشا. إيه مش يلا بينا إحنا كمان؟ أنت طلعت مهم قوي يا أمريكاني. اتفضل يا باشا. ده أنت اللي باشا. اتفضل. قدام يا أم مرجة. اتفضل. طب يا أخوي اتفضل. اتفضل يا باشا. اسمك ايه؟ اسمي رمضان السادة على باشا. تسكن هنا؟ اه. وانت مين يا بنت؟ ده جوزي يا باشا. جوزك؟ ماشي. مين اللي قطعلك دراعك كده يالا؟ معلم يا باشا. قضية تانية اهي. قضية تانية يا ايمن باشا. ورايا امريكاني ورايا. ايه الاوضه دي؟ ها؟ تاني؟ ما اعرفش يا باشا، انا اخري المخزن. الاوضه دي يا ام ميرفت؟ ام الله يرحمها كانت بتربي فيها طيور يا باشا. بتربي فيها طيور؟ المفتاح فين؟ في البيت يا باشا. راضي؟ ايه يا عمر بيه؟ اكسر لي الباب ده. ارفع ايدك فوق. تعال يا حبيبي تعال. اطلع اطلع. اهلا اهلا. البوكس يا رجاله. اطلع يا اخوات. يلا. هم دول اللي انت بتربيهم بدل البط يا ام ميرفت؟ والله والله ما كنت اعرف. لقيت عندك حاجه يا راضي؟
اسمع ده راسي، اسمع ده حبيبي. ايه ده راضي؟ يا لهوي يا حبيبي، خير يا حبيبي ان شاء الله. تعالى يا ابني، تعالى خش يا ابني، خش الدار يا ابني، خش خش الدار يا حبيبي، خش. يا ابن العوض اللي انت بتقوله ده، تحت بقى كويس وزي الفل ده، طب بطل. امال مين اللي هياخد الكلبه اللي انت عايزها؟ ده انا قايل لك البيت كله الكلبه دي. انا مش زعلان، حد يقتل الموتى اللي انا بموتها دي؟ ما تقولش الكلام ده بقى، انت جامد وهتبقى كويس وزي الفل ان شاء الله. خد يا ابني كبس وشويه بن في الجرح. هات يا ابني. روح بص اكتب لك الجرح عشان معلش حبيبي، اكتب لك الجرح عشان تبقى كويس. فوق هو كده ان شاء الله تبقى كويس وزي الفل. انت راضي؟ انت بطل يا راضي. راضي راضي راضي، خليك معايا خليك معايا يا راضي. ما تتكلمش يا حبيبي ما تتكلمش. اسمعي اسمعي عشان عشان خاطر قول حبيبي. هتجوزها يا ابني، انت اللي هتجوزها بنفسك، هتحضر فرحها وهتعزمنا كلنا، هنرقص وهنزقطط وليك عليها يا عم نقطها ينسيك الدنيا باللي فيها. اجمل بقى كله هيبقى تمام. ها سلمى ملهاش حد غيري. انت اخو راضي راضي يا عم، يلا الاسعاف وصلت اهي تبقى كله تمام. راضي 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 هات الإسعاف. هات يا باشا نفس الإسعاف. هات يا باشا راضي، هات يا باشا راضي راضي، ما تموتش دلوقتي يا راضي، ما تموتش يا راضي راضي. انتوا الدكتور كان بيقول ايه؟